بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعمال العمرة: العمرة فرض على قول مرة واحدة في العمر، ولكن يستحب الإكثار منها ولا سيما في رمضان. ومن حج فأراد أن يعتمر يخرج إلى خارج الحرم كمنطقة التنعيم حيث مسجد السيدة عائشة وينوي العمرة بقلبه، فيقول: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. ثم يدخل مكة فيطوف سبعا ويسعى بعده سبعا، ثم يحلق الرجل أو يقصر والمرأة تقصر. والترتيب هنا في جميع أركان العمرة واجب، أي يبتدئ بالإحرام ثم الطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير، وبهذا تنتهي جميع أعمال العمرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.